ظهرت الأضرار الاقتصادية كل نواحي الحياة في كيان العدو، وخصوصا بعد دخول الجبهة الشمالية مع حزب الله ميدان المعركة، حيث شملت الأضرار قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة. هذا الواقع أجبر حكومة العدو على تنفيذ خطة بشكل مبكر للإجلاء الإلزامي لعشرات آلاف سكان من 28 بلدة حدودية. وتكشف إحصاءات رسمية بعضا من أضرار القطاعات، ففي مطلع فبراير الماضي أشارت الإحصاءات لتضرر أكثر من 500 منزل ومبنى ومتجر منذ بدء التصعيد. وتركزت الأضرار المباشرة في بلدة شلومي غربا وكريات شمونة بإصبع الجليل، بما يقول عمدتها إن كلفة صيانتها فقط تصل لنصف مليون شيكل، أي ما يعادل 133,000 دولار شهريا. أما على المستوى الزراعي فقد أسست التجمعات السكانية الاستيطانية أو ما يعرف بالكيبوتسات في هذه المناطق كتجمعات زراعية، ولم تعتد أن تصبح فارغة تماما على هذا النحو، حيث أدى إخلاء مزارع الشمال والجنوب المتمثلة بمستوطنات غلاف غزة لتلف المحاصيل ووقف الإنتاج، ما شكل تهديدا فعليا للأمن الغذائي للعدو، ودفع حكومة العدو لتعويضه بالاستيراد محملا للمواطنين كلفة إضافية جعلت من القطاع الذي استثمرت به طويلا أحد أكبر خسائرها. أما قطاع السياحة الذي تعتمد عليه المنطقة بشكل أساسي فقد تجمد بالكامل، وغدت مرافق جبل الشيخ السياحية الشهيرة خاوية من الزوار إلا من المسؤولين والقادة العسكريين الذين حولوا تلاله وسفوحه إلى مواقع وثكنات عسكرية نالت حصتها من القصف، فيما يرى خبراء صهاينة بأن الكلفة العالية التي دفعها الكيان حتى الآن قد لا تكون سوى نموذج مصغر في حال توسعت المواجهة شمالا كما يشير الواقع بالنسبة لهم.